وفتي وغرك عايو وسيرك وسارة أمورها جدها الصومالي لان محمد كاهن أحمد أي سوق على مجال الجبلي أي حرنتها جبل كالجبلي وفتي وسيرك أي وحكو هلنا يي وسيرك أولها جودي جريينتها عبد الرشيد دعالة قنبي وسيرك إسكارسينتها أي تكنولوجيا دكتور عبد الولي عبد الله سوفي جبريل وسيرك عيارها باص مراء يوم عمل كهر جبل يهر دجمو وحين كورمير كتجين مشاريع هرمارينات أرض اسمه وخص عضو مجال الجبلي قار كلنا حركة كشري وسيرك أمورها جودها الصومالي لأن محمد كاهن أحمد أو جهرين هالكاسيك هضلي أي وح ويري على بركة الله أما أمد ولبحي ستة وح ويا وحر مرك هر مرك وح أجوب بدن أو كأس هاسبانا وح ويا وإسكارسين توا كوميونيكيشن وو دوينغ والددن دقمة دم رئيسا وش على مر رئيسا بربرك صوب بلعب مئسا وحين نقول تلاقي الله وضد عس إن النقطة وضد ورابين عيسا دقمة بربرة وحكي سو الدجانا أي وجود بيان ذلك مهان كور هذا أي نشارك النهاية إنه ولا على النهاية توبية وضد عس مركا والله صوب بلعري قبل أيام كنترول كم مر رئيسا دولة ده سنة ديات بنقولهم بليان يا إن مهان كور هذا يدون قيبته ذكاء قادنا عيسا إلا بلعري والله كم مارمان waxay noqonaysaa ma inta wado ay maraan gaadiid waaweyn oo culus waa wado maxaan ku dhahdayay xamuul farabadan uu maraayo wadadu markaa waxay u baahan tahay in la balaariyo sidaad u sheegteen waxay u baahan tahay in bilicdeeda magaalada la hagaajiyo aad iyo aad baan ku hambalyeynaynaa wala deegan ahaan waxaanu ka fikirnay maadaama inta la dhexmarayo wax gawaaridu ay transit u badan yihiin magaalada intay dhex socoto wadada la balaariyo si saxmadana loo yareeyo bilicda magaaladana kor loogu qaado oo labadii haade awal jiray ee iminka dayactirka lagu sameynayay kilomitir iyo badh aanu wax weyn labada dhinacba laba haad kaga kordhino waa cabdirasaaq axmed hayaal ilka casay star tv gabilay